اوكي هذيك سويسرا وهذه الجزيره اللي راح نروحها. يا سلام يا شباب، يا شعور السفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في حلقة جديدة من لعبة Stranded Deep. اللعبة يا شباب اللي ما يعرف ان فيها ماب، وصراحة انصدمت انا من المعلومة هذه، حبيت اني اقرأ شوي عن اللعبة وشوي التفاصيل عشان يعني مو بعد ما اخذت من اللعبة اقول اوه في شغلات كذا وكذا، فشوية نصايح او شوية امور كذا طلعت عليها. احدى المعلومات كانت الخريطة. تخيلوا يا شباب ان هذه اللعبة فيها خريطة بس ما يمديك تفتحها داخل اللعبة، لابد انك تشوفها من برا. يقولون عشان تختم اللعبة لازم انك تمشي، يعني عشان الستوري، كنت ابحث على الستوري يقول لك طبعا انك تصنع الطيارة وتجمع القطع عشان تقدر تطلع من هذه الجزر اللي تحطمت الطائرة فيها. فلذلك الماب عبارة عن جزر، المنطقة اللي طحنا فيها عبارة عن جزر. الماب هذا وش راح يفيدنا؟ اول شيء تشوفون حجم الجزر تقريبا يبين هذه صغيرة وهذه كبيرة وهذه اصغر، فممكن اختار وحدها اسس فيها البيس. انا كنت لو تلاحظون في الحلقات الماضية اقول هذه اكبر باسس البيس هنا. هذه الشغلة الاولى. الشغلة الثانية في الستوري لابد انك تيجي لهذه الثلاث جزر، تشوفون علامة جماجم وهذا يعني بوسز. والله حاليا ما اعرف وش يعني البوس او وش هو، هل بنقاتل شارك، هل بنقاتل يطلع لنا يعني كيف طريقة البوس او كيف شكل البوس وكيف بيكون القتال مع هذا البوس، ما عندي والله اي خلفية عن هذا الموضوع، بس هذا اللي المعلومة اللي مكتوبة. فعشان تختم، والظاهر ان هذه المنطقة بعد لابد ان نجيها علامة سفينة عشان نختم القصة. فمثل ما تلاحظون احنا حاليا في الجزيرة الثانية، انا انتقلت في المقطع اللي قبل هذا الى هذه الجزيرة وصنعت فيها السفينة. الجزيرة اللي جيت منها يا هذه يا هذه، اتوقع انها هذه لاني اتذكر اني كنت اشوف فراغ على اليسار لو تذكرون، وكنت اشوف الجزيرة هذه الاولى وعلى يمينها جزيرة كبيرة. وعشان اتأكد يقول لك اذا سيفت في هذا المكان راح يصير الاحمر في هذا المكان انك في هالمنطقة. فاعذروني إذا طولت المقدمة بس هذه شغلة جدا مهمة، البوصلة جدا مهمة اللي معنا، وأي واحد ممكن يلعب اللعبة أو بيلعب اللعبة راح تفيده هذه المعلومة ممكن ما يعرفها. طبعا تقدر تزوم بس ما يكتب لك أي تفاصيل إيش موجود في هذه الجزيرة وكذا. ممكن أنك تضيف خريطة برضه تصنعها أو تصممها وتسحبها إلى هذا المكان عشان تيجي تشوف الماب. راح تجون عند هذه الكلمة وتفتح الماب. البي سي الماب أكبر بكثير من اللي موجود عندكم بالكونسل. مرة ثانية سامحوني يا شباب من طولت في المقدمة بس صراحة تحمست أكثر لهذه المعلومة. لو لاحظتوا قبل شوي في معلومة مهمة نسيتها، إنه مكتوب النورث قبل شوي على اليمين يقول لك يعني إذا يعني اتجاهك، عرفت، عشان تستفيد من البوصلة لابد انه يعطيك واحد من الاتجاهات، وهذا احنا في اليوم الثامن اعزائي المشاهدين. فكان قبل شوي يروينا النورث وين، طبعا الشرق الشمس تغرب مثل ما تلاحظون في هذا المكان، مفروض انها تكون في الوست، تغرب في الوست وتشرق من الايست. هذه الملاحظة الاولى عشان تعرف حتى لو ما كان عندك بوصلة ممكن تعرف من هذه الشغلة انها بتشرق من الايست، هذا راح يفيدنا بشغلة. الشغلة الثانية البحر، لو تلاحظون المشكلة اني جاي اشرح لكم بالليل، راح اطري لكم المعلومة ان شاء الله في الصباح هذه مرة ثانية بحيث انه يكون اوضح. بس ملخص الموضوع انه لو الشمس ظهرت من الايست دائما البحر يجيك من اليسار الى اليمين، من النورث الى الساوث، فانت بتعرف دائما وين الساوث وين الايست وين هذا، فهمت علي؟ بس غالبا ان شاء الله انه يكون معاك البوصلة وامورك طيبة، لان حتى الحين انا في تختيمتي هذه معاي اثنين. انا ما ادري ليش انهيت التختيم على نهايه النهار في المقطع الماضي، والله صراحه نسيت، بس ظاهر انه بسبب التايتانيك حقي. فالحين ودي اول شيء بدايه كل حلقه اعود نفسي اني انتبه لموضوع الماي والاكل، الماي والاكل. والله امورنا طيبه، ختمت يعني الحلقه الماضيه وسهلت على نفسي موضوع الماي، وبرضه الاكل اشوف فيه شيء كذا سويته باربيكيو اللي هو الميديوم فيش. الاكل عندي ناقص واحد فخله بعد شوي بناكله، وعندي هنا شويه كوكنت والامور طيبه من ناحيه الاكل. طيب في شغله ما سويتها انا في السفينه، خلنا بقرب لكم الليت عشان تشوفون معي تمام، نحطه على البوكس هذا. السفينه هذه عشان تثبت او توقف بسرعه، تعرفون زي الانكر اللي موجود هنا اللي تنزله على البحر، لابد انها يكون عندي، هذا هو اللي يثبت السفينه يوم توقف، فلابد اني احطه عشان متى ما اريد اوقف بسرعة. هذا شيء ما هو بجبالي. الشغلة الثانية المهمة
اللي ودي اضيفها على السفينه اللي هو الصناديق، مو الصناديق زي الرف تبنيه وتحط فيه الصناديق، راح ارويكم اياها الحين. اللي هو الروح عند الفيهيكل المفروض كان موجود، ايه هذا لازم حتى ان يبنيه مثل ما تشوفون ظلال، فلو سافرت في وقت النهار بيفيدني كثير، لان اللاعب يتعرض اذا تعرض لاشعه الشمس كثير راح يمرض باختصار. هذا الانكر اللي اقول لك يثبت السفينه، هذا الشراع بنيناه، وهذا بنيناه الدركسون باختصار، وهذا يتطلب امور كثير. فيهيكل الكتريك بارت فيول، والله يبالي افرز الصراحه الشغلات الكثير اللي جمعتها، اذكر اني جمعت في هذه الجزيره انجن الكتريك فيول فلتر، ما ادري ليش احس ان كل شيء عندي يمديني اصنع هذا، بس المصيبه مش هنا، المصيبه انه بيحتاج بترول عشان يتحرك، فالبترول سالفته سالفه، لازم ان نزرع البراط عشان نحوله الى بترول. لا تسالني ايش المعادله العلميه خلف البطاط يتحول الى بترول، مدري انا اللي اعرفه شكله نفس نظام كذا العنب الى خمر، بس والله مدري وش السالفه يا شباب، ما بفتي لكم. المهم المخرج عاوز كذا وخلاص. هذا الفارمنج يا شباب لازم نزرعه. اذكر في الجزيره الاولى كان عندي بطاط، هنا في الجزيره هذه ما لقيت ولا بطاط ولا اي شيء. مثل ما لاحظتوا قبل شوي كان فيه علامه القفل اللي هو الستوري، هذا تقريبا ثلاث بوسز اللي قبل شوي ارويكم اياهم. اوكي هنا في الفرنتشر عندنا اللايت هوك، ممكن نصنعه بما عندي، بما ان عندي لاشن كثير وعندي الحطب خلنا بنحطه في السفينه، وش رايكم؟ هذا وش فائدته؟ هذا اذا حطيته بالسفينه تصير تعلق عليه الاضاءه اللي قبل شوي اربيكم اياها. يا اخي المكان قلش هذا، ممكن كشكل جمالي احطه مثلا كذا، بس هذا يمديك تحطه في السفينه تو اتاتش. يا سلام يمدينا نحطه هنا، بس الظاهر انه لازم يكون القارب اكبر، الله العالم. طيب خلينا نرجع لموضوع الشلف، الشلف يحتاج ثلاثه بلانكس كراب. افا هذا اللي صنعت فيه الرافت فلور اللي هو هذا، ما عندي الا واحد منه، فا مشكل والله ما يمديني اسوي كونتينر من شيء ثاني. يا اخي والله يا حرام، كان ممكن استغل هذا كأرضية اذا وصلت ليفل ثلاثة لو تذكرون الحلقة الماضية، بس كنت محشور. ممكن نصنع وود كونتينر بنفسنا، يا سلام. يحتاج اثنين بلانك سكراب. على طاري البلانك سكراب صراحة من اهم الشغلات عشان نجيبه من الخشب، هذا من الخشب نفسه عشان نجيبه لازم ان نصنع او نجيب المصنع هذا اللي هو هذا، هو بلانك ستيشن، يتطلب فاس كل الامور عندي، بس الشغلة الوحيدة اللي ودي اسويها اني اسافر الى الجزيرة هذيك. وطبعا انا بحاول اني دائما الشلتر تبعي يكون مواجه المكان الرئيسي اللي انا جاي منه، او مكاننا الاول اللي رسبنا فيه. فيب خلونا نجهز السفينة الاول سفرة، بشل معي اللي اقدر اشله، لان صراحة ودي احط المصانع هذه كلها في الجزيرة. مثل ما لاحظتوا هذيك الجزيرة واضح انها كانت اكبر. في شغلة حلوة انك تعبي الماي اللي معك تحطه في مطارة، بس عشان تستخدم المطارة لازم انه يكون عندك التونينج راك. تونينج راك يعني المطارة ان شاء الله بنسويها في الجزيرة الثالثة. موضوع الصناعات هذه كلها بركز عليها ان شاء الله اليوم، بس ودي استقر في مكان واحد. طبعا بما ان هذه الجزيرة جزيرة الفايبر، فباخذ لفة وبتأكد انه ما في فايبر، انه ما في شيء نماء عشان يقصه. خلاص عندنا الفايبر اتوقع كفاية، خلنا نشلهم كلهم معانا الجزيرة. الباباي بلانت والله مهم كثير، انا يعني الباباي هذا يا شباب بخلي واحد في هذه الجزيرة. اليوكا فروت هذا للزراعة، برضه من الشغلات ممكن اللي نزرعها راح اشيله. النبتات هذه برضه نادرة، اتوقع ما راح احصلها في الجزر الثانية، راح اشيلها. نعبي صناديقنا بالاغراض، طبعا كل صندوق له ليمت. شوفوا مثلا النبتة هذه ودي احطها مع الصندوق هذا اللي فيه الاكل، ما اقدر. طلع لي هذا الصوت ميديكال كاتب عليها، يعني هذه راح تفيدنا بالعلاج، فخلنا نشل كل شيء نقدر عليه. الصناديق هذه كلها فاضية، يعني بودع اقاربي بعد شوي. يعني سافرنا فيه مرة واحدة بس، متعب يا رجال، اجلس جدف جدف جدف. اوه الصخرة هذه راح اشلها، هي الصخرة الوحيدة والاخيرة تقريبا، ما راح اخلي شيء. نعبي الصناديق كلها اللي نقدر نشلها. طبعا في القارب فيه ثلاثة من التونة، وعندي هناك ثلاثة ان شاء الله، او عندي اربعة
شوف ما اقدر احطه. طيب الحين يداتي فاضية، هذا الصندوق فيه للبيهيكل بارت راح اشله، وهذا فيه شوية الاسلحة والامور اللي معي وشوية تونة، وهذا فيه الكلود مدري ايش وصخرة واحدة، وهنا عندي الصندوق هذا فيه له الكوكنت ما كوكنت راح نشله يعني الاكل، وهذا فيه نفس الشيء شوية. كيف هذا فيه له سكين؟ يعني عندي سكينين اوكي، على اساس انه المفروض ان هذا كان بحط فيه الاسلحة، وهذا فيه النباتات مع نباتات اللي من ضمنها 8 فايبر. هذه 1 2 3 4 5 6 صناديق مهمة نعبي بدل لا نشيل صناديق فاضية، بما انه بيكون عندي البيس في هذيك الجزيرة الكبيرة، ما اشوف اي داعي اني اخلي اي شيء مهم في هذا المكان. تعال النخيل، والله النخيل السعف هذا بقصقصه وبشله بعد. تعال انا غلط غلطة، تدري غلط غلطة والله. هذا شوفوا يا شباب عشان تكونون بالصورة، الا في كل ستاك يقدر يشيل 4 بس. هو الافضل اني ما قصه، الافضل اني اشله مره واحده كذا، يصير النخل هذا كله ياخذ مساحه واحده عندي في خانه الاغراض. يعني تخيلوا الحين لو القط على هذا خذ مني خانتين وهو بس 4 حبات. يعني شوفوا لو بحطها في صندوق 1 2 3 4، شوف ياخذ يا رجل هنا 6 و6 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 24، وهنا 4 وياخذون نفس الخانه، يعني 4 أضعاف. يو سوتر، والله أشكرك عن النصيحة يا هنتر، أشكرك عن النصيحة، توفير كبير. أشوف بحط هذا كله، يا ريتني ما قصقصت. أشوف الخانات اللي ياخذها، هذا عبارة عن نخلة واحدة من الاثنتين وهنا 4. أتمنى أنكم استوعبتوا اللي جالس أقصده. فيمديني والله أخذ نخل كثير، يعني في بلانكت مدري بلانك هذاك، إن شاء الله أني ما نسيته. هلا والله هلا، إيش تسوي أنت هنا؟ افا جالس يدور مكانه، خلاص يا ابوي فضايح. تعال صح الاضواء لا انساها، الليتات هذه والله احس اني ناقل من بيت لبيت. التفكير هذا في بالي ترى من جد، راح انقل خلال هذا الشهر ان شاء الله من بيت لبيت، فان شاء الله انه ما يكون في انقطاع في القناه، بحاول اسبق اصور مقاطع وكذا. المهم ما ودي اشطح الموضوع، هذا ليت واحد معي، اذكر كان معي اكثر من واحد. اشيل هذا ولا اخليه بحيث اني اعرف من مسافات بعيده اني زرت هذه؟ يا رجال ما راح اضيع ان شاء الله، اشلهم كلهم بحيث انه في البناء وكذا بعدين راح يفيدوني. يا الكراب خلك بعيد احسن لك، جالس اشوف حركه هناك، في واحد يونسني على الاقل، حرام اني اقتله ينتبه للجزيره في غيابي. هذا كله الحين مليانه يا شباب، بس نتاكد عشان ما اشل شيء فاضي وعندي غيره فيها اغراض. يا سلام باقي خانتين، ممكن نشل شغلات ثانية. اوه شوف شوف يا اخي، سبحان الله سبحان الله، وين الفاس الحين؟ دورني على الفاس. يا اخي والله الوضع استهبال، كيف نمى الساعة 11؟ يا ليل السفر هذا اللي ما راح اسافره. حطنا السكين بسرعة، والله ما راح اخلي الفايبر لان الجزيرة هذه ما ودي ارجع لها عشان شوية فايبر بعدين. خلنا مرة واحدة نعطيها لفة، أنا حسيت والله أن هذا باقي شوي عليه الفايبر، مشكلة يبيلك تركز عشان تطلعه. أخضر في أخضر، أفا سكين راحت. شوف اللاشنك هذا راح يفيدنا كثير، لأن أغلب الصناعات كلها لاشنك. خلاص يكفي يا رجال والله يكفي، شوفوا 14 لاشنك يا شباب، والله 14 لاشنك. خلاص يا شباب أوعدكم الحين راح أتحرك أوعدكم، بس ناكلنا لقمة كذا. الاكل افا الاس اف بي هذا مثل ما تشوفون ناقص، فظاهر انه مدري له تأثير سلبي. على العموم انا كذا كذا بسافر، ما في شيء بنفسجي هنا. اي نيد تو كول داون، الحين راح ابردك، ما عليك ادخل شوية تبرد، الشمس راح تصقع عينه بعد شوي وحنا مسافرين، بس وش نسوي عاد. ناخذنا واحد زيادة كذا فل. تخيلوا يا شباب في شيء اسمه وزن، الله ما خاب ظني انه في شيء، فيه مصيبة اسمها وزن. تكفى نغرق. نوت إناف روم، ايش نوت إناف روم؟ هاي هاي رجعنا، تعال 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 تعال، وش اللي نوت إناف روم يا حبيبي؟ رجعني. شوف هذا فائدة الأنكر، اوكي ثبت فوق الصخرة حلو. ليه ما تعال يا ولد تعال، شارد مني لسه بدري.
والله يا شباب اني حسيت ان في شيء غلط. كيف يناغرون؟ طيب الفاضي هذا، الفاضي بنرميه. ما ادري كيف يناغرون. نقول بسم الله. ايوه ارفع شراعك، ما ادري نزل شراعك حبيبي. لف 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 اللفة المتأخرة. كويس الحمد لله، والله اني كنت خايف من موضوع الوزن. وين وجهتنا الحين؟ اوكي هذيك سفينتنا، وهذه الجزيرة اللي راح نروحها. يا سلام يا شباب، يا شعور السفر في جزيرة اول مرة اشوفها. هذيك وش هذه؟ الجزيرة رقم واحد اللي هنا، وهذه الجزيرة رقم اثنين، وهذه الجزيرة رقم ثلاثة. الحين بديت اشوف واحدة هناك، ما اشوف غيرها. واحدة هناك، واحدة هناك، يعني زي المربع بيصير واحد اثنين ثلاثة، وبعدين بنروح اربعة. بس في سفينة كبيرة مرة هناك، لازم نروح هناك. المصيبة مش هنا يا شباب، المصيبة ان في احدى الاماكن كان فيها بوس لو تذكرون. يب الله يستر. الساعة كم الحين؟ انا خوفي افك هذا الانكر يصير لاعب يطيح. لا ما اتوقع. اوكي الاكل معي صناديق. اخي الاكل، وش في لاعب يجوع فجأة كذا؟ نسيت ما اكل انا، صح شربت بس ما اكلت. يا تصبر يا حبيبي لما نوصل. ساعة كم تحركنا؟ والله نسيت، بس اكيد هذا اسرع. بعدين لا تجدف ولا شيء، تجلس ناظر. هذا الحالة يعني كافي صراحة. هل 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 هذا البيس حقنا يا شباب، هذا البيس حقنا. لف شوية. ايوه يصير كذا. يا سلام، هذه المساحات ولا بلاش. انا اقول لكم بسم الله اول خطوة. الله يستر من الحيوانات اللي موجودة في هذا المكان. يجب الحذر ثم الحذر ثم الحذر. اول شيء نزل غريضاتك هنا. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هذه جزيرتنا يا شباب، وهذا البيس تبعنا ان شاء الله. اوف في لاشنق برضه هنا يا اخي. جزيرة تفتح النفس اقسم بالله. ما ادري عشان جيت في الجو الساعة خمسة. الاكل الاكل الاكل، خل منك سوالف. الاكل الاكل سريع. الاكل اعطى كوكنت بسرعة. سكت جوعه. ليه صار يزوع؟ اول مرة اكل كوكنت يخرب بيتك، يمكن عشان السفر. طيب السموكت. اوكي الوضع في السليم، لازم نسبق الاكل. اوه شفت الذباب اللي يطلع من الدجاجة؟ من شو اسمه، شفتوا شو اسمه هذا اللي يطلع من اللحمة زي الذبان؟ هذا يعني عفن الاكل يا طيب. خلنا بنأكله وعطش اللاعب. تعال صح التونة، خلنا ناخذ هذه، اكيد ما تخرب. امرجنسي فود بسم الله. العطش برضه ناقص. ثلاثة واحد. واو اما فل هو واحد بس. يا لبة التونة، كم واحد عندي منها؟ هذه ما راح استخدمها الا من جد امرجنسي. والله طوارئ، والله من كبر المساحة يا شباب اني ما دريت وين احط البيس. بس يا اخي متخوف من الثعابين. ما ثعابين، ما ودي ادخل داخل كثير. خلنا بشل السبير احتياط. وين السبير؟ وش احتاج بسرعة عشان ونجهز طبخة اليوم اللي بعده. يا ليل الليل اللي جاني، يا ليل الليل والله من جد. وش نحتاج؟ الكام فاير بسرعة. الكام فاير اربع سعف واحد لاشنك. اربع سعف واحد لاشنك كويس. معي السعف، بخليه على طرف الجزيرة. ولا هنا يا اخي بلاوي هنا، شو اسمه العقارب ذا، ما ادري شو اسمه الكراب. ما علي رجال، حقة الخوف هذه عشان اتذكر الخوف يوم وصلنا للمكان. طبعا لازم اني اوجهها على الجزيرة اللي الاساسية حقي اللي هو هناك، او اللي هي هناك. هذا اتجاهي للجزيرة الاولى، ونعطيها احلى سيف.
ونقول أسعد الله مساكم، تصبحون على خير. أخذ لي غفوة هنا إن شاء الله، هنا الجزيرة خالية من البلاوي. أتمنى أن الحلقة نالت على إعجابكم. والله بدي أكمل في نفس المقطع، ولكن صورت تقريبا أكثر من ساعة، فصعب أني أحشرها بعدين في 20 دقيقة ولا نص ساعة. لا تنسون اللايك، أشكر من تسبين القناة، ونشوفكم إن شاء الله على خير في مقطع جاي أو في البيس الجديد في الجزيرة الجديدة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش يا شباب، ثاني أتذكر والله بعد ما خلصت المقطع أنا جيت أبغى أشيك الماب. مثل ما تلاحظون يا شباب، أتغير المكان الأحمر هذا صار في هذا المكان. يا ريت إنه كان يمدينا نفتح الماب هذا وإحنا في اللعبة، يعني وش فرق؟ يعني لازم أطلع القائمة الرئيسية عشان أشوف، ما أدري، شيء غريب صراحة. بس على كل حال، أنا كنت أقصد لكم الشيء هذا اللي هو النورث. فالحين لو أناظر النورث وفتحت البوصلة في هذا في أي مكان من الجزيرة وناظرت النورث، بيكون اتجاهي على البوس تقريبا أو قريب من البوس. نفس الشيء إذا شفت الساوث راح يكون بوس، يعني شمال وجنوب بوسز كلهم. فهذه جزيرتي الأولى، هذه الثانية، وهذه الثالثة إن شاء الله ما نضيع، وهذه الرابعة مثل ما قلت لكم اللي كنت أقدر أشوفها. هذا اللي ما كنت أقدر أشوفه هنا في البحر. ومثل ما قلت لكم والله ما أعرف وش وضع البوسز، فبحاول أني أجهز أموري لأي سيناريو صعب قد يواجهنا في المستقبل. يعني ما حطوهم ثلاثة عبث، أكيد يبونك تلوت وتضبط أمورك، وفي شغلات كثير لازم أن نستكشفها قبل لا نواجههم. وأتمنى ما أحد يحرق في الكومنتات. نشوفكم إن شاء الله على خير في مقطع جاي. السلام عليكم.